أهلا بكم متابعينا إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. تنظيم داعش يقطع رؤوس 15 من مقاتليه شرق أفغانستان. داعش يتوقف ليوم كامل عن نشر أخباره عبر الإنترنت وعلى حسابه الخاص في تطبيق تيليجرام. إنقاذ نحو 500 من ضحايا الرق في غرب إفريقيا وفق الإنتربول. وشرطة يونانية في مطارين ألمانيين لضبط المهاجرين غير الشرعيين. الاتحاد الأوروبي يندد بوضع المهاجرين المروع في ليبيا. سويسرا تقر منح مساعدة بقيمة 1,200,000,000 يورو إلى دول أوروبا الشرقية. دراسة تقول إن إحراج الأطفال البدناء لن يخلصهم من الوزن الزائد بل العكس. اتهام أبل بتوظيف طلاب تحت السن القانوني لإنتاج آيفون إكس. ورونالدو يكتسح ميسي تهديفيا في الأبطال خلال عام 2017.